السلام عليكم، معكم أحمد، تابعوا معي. إذن سنتعلم في هذا الفيديو طريقة كتابة المعادلة التفاضلية بالنسبة إلى الطاقة. الطاقة أثناء التفريغ، يعني أثناء التفريغ نكتب المعادلة التفاضلية لأوسيليتي، كتابة المعادلة التفاضلية لأوسيليتي عند عملية التفريغ. إذن كيف ننطلق لكتابة المعادلة التفاضلية لأوسيليتي؟ نحن تعرفنا في الفيديوهات السابقة عن كتابة المعادلة التفاضلية لأوسيليتي، أي تطور بين طرفين مكثفة أو كمية الكهرباء. إذن في هذا ننطلق من المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفين مكثفة وعبارة الطاقة، وهذه عبارة الطاقة تكتب أثناء التفريغ والشحن. يعني هذه عبارة الطاقة، يعني هنا التلميذ يبقى مندهش، هذه العبارة الطاقة اللحظية تكتب عند الشحن والتفريغ. فهم هذا، عند الشحن والتفريغ، عند التفريغ. معليش نزيد فانا نقرب لك باش تفهم. يعني لو كان يقول لك احسب الطاقة عند لحظة معينة في عملية الشحن، في عملية الشحن، تعوض هنا بهذه العبارة. في تمرين آخر يقول لك احسب طاقة في لحظة معينة عند عملية التفريغ، كذلك تحسب بهذه الطريقة. مفهوم هذا؟ إذن لا يجب أن نجد طريقة، يعني من هذه المعادلة التفاضلية التوتر بين طرفين مكثفة، إيجاد معادلة تفاضلية من هذه من واحد، لازم نصيب معادلة تفاضلية لإوسيليتي. ونحن نعلم المعادلة التفاضلية يجب أن تكون فيها الدالة الأصلية والمشتق. هم هذا، الدالة الأصلية والمشتق. يعني واش ندير هنا؟ معليش شوف معايا كيفاش نديرو. هذه خليها كيما راهي، ما تجينيناش، خلوها كيما راهي. نجو هنايا واش نديرو؟ هنا نشتقوا، يعني هذه العبارة نسموها اثنين. نشتق العبارة اثنين. بالنسبة للزمن، فهم هذا، لأنه اشتقاق في الفيزياء بالنسبة للزمن. واش ندير؟ بإدخال المشتق أو نشتق العبارة، وهي دي على دي تي يساوي دي على دي تي. فهم هذا؟ ونجيب هذه لهنايا تولي أوسيليتي، وهنايا واحد على اثنين سي أوسيليتي كل تربيع. فهم هذا؟ كل تربيع. فهم هذا؟ إذن مشتق هذا نخلي كيما راه، دي أوسيليتي على دي تي خلي كيما راه. فهم هذا؟ هنا ينشتق هذه العبارة اللحظية للطاقة، واحد على اثنين، حنا تكلمنا أنه الثوابت لا تشتق، يعني واحد على اثنين في سي لا تشتق، نخرجه خارج الاشتقاق. فهم هذا؟ كيفاش ترجع العبارة؟ ترجع دي او لسي لي تي على دي تي تساوي واحد على اثنين سي، وهنا يا دي مشتق نكتبه بلون مغاير، هي سي، وهنا نديرو دي على دي تي او سي تي كل تربيع. هذا تربيع، ها، واحد على اثنين سي، واحد على اثنين في سي، خرجوا خارج الاشتقاق ويقعد الداخل او سي تي كل تربيع. يعني نشتق دي على دي تي هذا التربيع. في الرياضيات هذا الاشتقاق دي او سي لي تي على دي تي يساوي واحد على اثنين سي دي على دي تي او سي لي تي كل تربيع. يعني جبدنا عبارة او حققنا عبارة مشتق الطاقة بالنسبة للزمن، يعني عنده علاقة بمشتق التوتر بالنسبة للزمن، ولكن هنا كاين تربيع، يعني دالة مركبة. وإحنا في الرياضيات تعلمنا أنه لما تكون دالة مركبة أنصحك أن تراجع الدالة المركبة. مفهوم هذا؟ أو الدالة المركبة، مركبة أو مركبة لا يهمنا. إذن X مربع زائد واحد كل تربيع، هذه كيفاش تكون الاشتقاق تاعها؟ هذه الدالة المركبة كيف نشتقوها؟ هو F فتحة لX. شوف واش ندير، نهبطو اثنين ونضربو في X مربع زائد واحد، يقعد كيما راه، X مربع زائد واحد في مشتق X مربع زائد واحد. شوف نهبطو اثنين، الدالة المركبة هذه دالة مركبة، لأنه X مربع زائد واحد في X مربع زائد واحد، و
وسميناه دالة مركبة x مربع زائد واحد كل تربيع. اثنين نهبطوه هذه ونشتقوا x مربع زائد واحد ونضربوا في x مربع زائد واحد. فهم هذا؟ هاي x مربع زائد واحد وهنا نديروا المشتق. هذا المشتق مفهوم هذا يعني برين ويولي 2 في x مربع نضربه زائد 2 في x مربع زائد 1 المشتق تاعو. واش يولي المشتق تاع x مربع زائد 1؟ اشتقاق تاع x مربع هو 2x واشتقاق تاع 1 هو زائد 0. مفهوم هذا؟ اذا هو يعني بغينا ننشره هنايا ونشر هذا هنايا ونشر هذا لهنايا ونشر هذا لهنايا. اذا تعطينا 2x مربع في 2x هو 4 4x اس 3 زائد وقلنا باللي انه صفر ما نقدروش نضربوا فيه 2 في 2x زائد 4x يعني مشتق الداله المركبه. في النهايه لازم تتعلم انه f فتحه لي x يساوي عفوا f لي x على سبيل المثال تساوي الى u لي x u لي x كل تربيع. كيف نشتقوا هذا؟ شوف معي كيف تشتق f فتحه لي x يعني الاشتقاق تاع هذه الداله تاع هذه الداله. فهم هذا؟ يعني هذه الداله نجي نشتقها نهبطوا هذا 2 نهبطوا هذا 2 ونضربوا في الداله الاصليه ونزيدوا نشتقوا اي لي اكس يعني يولي هنايا اي لي اكس. فهم هذا؟ يعني مشتق الداله المركبه نهبطوا 2 ونضربوا في الداله الاصليه اي لي اكس ثم نشتقوا هذه الداله اي فتحه لي اكس. مفهوم هذا؟ نجوا لهنايا نديروا يعني قياس ما بين الرياضيات والفيزياء الرياضيات والفيزياء. نجوا لهنايا دي او سي دي تي على دي تي تساوي الى 1 على 2 في سي. هاي نشتقوا هذا دروك نشتقوا هذا لانه هذا بريم في الرياضيات في الفيزياء هو دي على دي تي. فهم هذا؟ دي على دي تي يعني الاشتقاق تاع هذه الداله ككل هذه افتحه لي اكس هي دي على دي تي اي سي تي تربيع. واش يولي لهنايا؟ يولي نهبطوا هذا 2 2 اي هبطنا 2 ثم نضربوا في اي سي لي تي اي سي لي تي هذه هاي اي لي اكس ثم نشتق. قلنا بلي الاشتقاق في الرياضيات هو بريم في الفيزياء هو دي على دي تي يعني دي يو سي على دي تي. ها دي يو سي على دي تي. فهم هذا؟ هذه بالنسبه الى الداله المركبه شيء سهل. ثم 2 مع 2 تروح تبقى لك سي يو سي لي تي وهنايا دي يو سي تي على دي تي. هذه بالنسبه الى عباره دي يو سي لي تي دي يو سي لي تي هذه واش تساوي بالنسبة إلى الزمن. هم هذا. إذا رانا صبنا علاقة ما بين مشتق التوتر بالنسبة للزمن مع مشتق الطاقة بالنسبة للزمن. واش ندير هنايا؟ دروك لازم دي يو سي لي تي على دي تي يساوي دي يو سي لي تي على دي تي في واحد على سي يو سي. يعني شوف معايا نسمي هذه ثلاثة من ثلاثة نجد واش نجد؟ شوف معايا واش نجد. لازم نعزل دي يو سي يو يو توتر مشتق بالنسبة للزمن يساوي ماذا؟ يساوي هذا المقدار. ماذا يساوي؟ يساوي هذا المقدار على هذا المقدار يعني واحد على سي يو سي لي تي في هذا يعني مشتق الطاقة بالنسبة للزمن دي او سي لي تي على دي تي. فهم هذا؟ راكم فاهمين واش راني ندير؟ الحمد لله. إذا بعد إيجادنا لي التوتر بين مشتق التوتر بين طرفين مكثفة له علاقة مع التوتر مع الطاقة مشتق الطاقة بالنسبة للزمن، إذا نستطيع أن نعوض مشتق التوتر بالنسبة للزمن بهذه العبارة، فهم بهذه العبارة؟ إذا نسميها رقم 4، نسميها رقم 4 نعوضها مشتق التوتر بالنسبة للزمن ما هو إلا واحد على سي يو سي لي تي
في دي او سي على دي تي مشتقطقه بالنسبه للزمن زائدا واحد على ار سي في او سي لي تي. فهم هذا؟ اذا بعد معرفتنا في الفيديوهات السابقه انه دائما في المعادله التفاضليه يجب ان تدع المشتق وحده، اذا هذه مشتقطقه بالنسبه للزمن يجب ان نضربه في سي او سي. كي نضربه هنا سي او سي يعني فان لازم تضربه هنايا، عفوا يساوي الى الصفر، يعني بضرب 4 في 4 في سي او سي. لماذا نضرب في سي او سي؟ لكي ندع المشتق وحده، مشتق طاقة خلوه وحده. اذا سي او سي مضروب في دي او سي على دي تي، ما ننساوش على سي او سي هنايا كذلك، زائدا واحد على ار سي، ما ننساوش فان سي او سي، سي او سي لي تي لهنايا، وما ننساوش فان او سي هذا لانه راه ما عاودوش خطرات، في سي في او سي لي تي يساوي الى الصفر، لان او سي سي او سي في الصفر ما هو الا الصفر. اذا هذه مع هذه تختزل ويبقى لك او سي دي او سي على دي تي. اذا خرجنا المشتق وحده، هذا يعني انجاز. وهذا او سي في او سي ما هو الا تربيع، وسي مع سي تختزل. اذا هذا نهبطوه دي او سي على دي تي مشتق طاقة بالنسبة للزمن زائدا واحد على ار. تكلمنا انه سي مع سي يختزل، ولكن هذا او سي ما هو الا تربيع، لان او سي راه معاود زوج خطرات. اذا لقينا عبارة مشتق طاقة بالنسبة للزمن، ولكن الدالة الأصلية للطاقة والراهي. احنا تعلمنا عند كتابة العبارة اللحظية للطاقة عند الشحن أو التفريغ ما هو إلا واحد على اثنين في سعة المكثفة في تربيع التوتر بين طرفي المكثفة. عندنا التربيع ولكن خصنا السي وخصنا النصف، أي واحد على اثنين. كيف نديرو؟ شوف معايا، نضربو في اثنين وفي سي، وهنا نضربو في وهنايا في اثنين في سي، أي نضربو في 2 سي ونقسمو على 2 سي، ماشي تضرب في 2 سي وهنا ما تقسمش، لا لا، تضرب في 2 سي وتقسم على 2 سي. علاه؟ لأنه هنايا عندنا التربيع تاع التوتر بين طرفي المكثفة، ولكن ما عندناش سعة المكثفة وما عندناش 2 هذا التحتاني أو نصف. إذا يقعد هنايا دي أو سي على دي تي، يعني هذا هبطناه، ولكن هنا كيفاش نديرو؟ شوف معايا، هنا واحد النحو هذا راه نسقموه لهنا، نديرو هنا 2 سي وهنايا نديرو 2 سي هكا نسقموه. فهم هذا؟ اذا شوف معايا، هذا سي وهذا هكا، ها واحد على 2 في سي في او سي لي تي كل تربيع، هذه ما هي الا الطاقه او سي. فهم هذا؟ ويتبقى لي 2 على ار سي، يتبقى لي 2 على ار سي، يعني هنا نكتب 2 على ار سي. فهم هذا؟ يعني كامل هذه العباره 2 في سي على 2 ار سي في او سي تي كل تربيع ما هي الا 2 على ار سي في عباره الطاقه اللحظيه، وهذه هي عباره عن مشتق الطاقه اللحظيه. اذا نجمعهم ثم نستنتج، اي نستنتج ان أن المعادلة التفاضلية للطاقة طاقة عند التفريغ، عند التفريغ ما تنساش، عند التفريغ وليس الشحن. لماذا؟ لأنه بدأنا من المعادلة التفاضلية عند تفريغ المكثفة وليس عند الشحن. فهم هذا؟ إذا دي أو سي على دي تي يعني مشتق الطاقة بالنسبة للزمن، زائدا قلنا أنه 2 على ار سي في الدالة الأصلية للطاقة، اكتبها بلون مغاير، 2 على ار سي وهنايا او سي وهنايا تي تساوي إلى الصفر. وهذه العبارة المعادلة التفاضلية للطاقة عند عملية التفريغ.